بقول لك يا صفاء، ما تيجي ناخد ازازتين زيت وكيسين سكر كده اللي ماما جايباهم دول؟ خلاص ماشي، تعالي نخلع اي حاجه منها. طب انت الاول وانا هقوم وراك. ماشي نخلع اي حاجه كده منها، بس يا رب بس هي ما تاخدش بالها. لا مش هتاخد بالها، قومي انت بس كده وانا هقوم. خلاص ماشي. ايه يا ماما؟ مفيش غير ان ولدي جايبين التومين 7 كيلو سكر او 8 او 5 زيت، يعملوا ايه الشهر؟ ما يعملوش حاجة. خدي تعالي اميهم يا منى، خديهم وشيلوه. خدوهم يا منى. الخير كتير اهو يا ماما. ما كتير يا صفاء، ده 5 جزايز يا ولد. يا ماما انا هاخد دول. راحة فين يا صفاء؟ هاخد دول يا ولد. ما تعلمكش منى يا صفاء. ليه يا ماما؟ ما منى كويسة. هتعملوا له هاي يا ولد، هتعملوا له هاي. مع نعمله هنا. طب قول اخد كيلو السكر. قول اخد كل السكر. خدي كيلو السكر، سيبي جزازة الزيت. بنتك هتحب البطاطس، خدي السكر. خد. لا ما جايباش. يا ولد راح فين يا منى؟ هاخد يا ماما انا كمان. يا منى حارمكم خطفوهم، حارمكم خطفوهم. مش نخلع حاجه كده. حارمكم خطفوهم. طب فين مرت محمد الثانيه تاخد نايم؟ هبعتها لك دلوقتي. طب يلا قاعدين 3 جزايز زيت، تقلبوا هما في الصبح دول، تعملوا بهم ما. واحده لمرات محمد وواحده لمرات ابراهيم، وخلي دي ليك انت خديها. وانا تنفع؟ طب انتوا في الصبح مش هتفطروا؟ طب كل واحد وحده، انتوا هتاكلوا وحدكم؟ بناكل معاك. طب هتاكلوا معايا كل جزازه ازاي؟ يا ولد ما اللي جوا سحبتوه يا صفاء. هتتفلح عليا دي. طب هاتوا الزيتات وخدوا السكرات، هاتوا الزيتات وخدوا السكرات.